دكتور بشرى فخوري موجودة معنا اليوم بي توب ستوريز، ورح نحكي عن النحت وعن هالمسيرة الطويلة بعالم الفن. لا دكتور فخوري أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. تصبح أخي. صباح النور. صباح النور. هيدي لأنه قد ما هجرتينا وكنت عايشة بلندن نسيت تحكي عربي. مأثر شوي يعني للأسف بس حابة كتير إنه أرجع على لبنان مشان إلي الشرف بتاخذ العقل لبنان، بس من عدا زبالي. قد ايه لك ما جيتي او ما عم بتزوري لبنان؟ شي 35 سنة تقريبا. بس كنت يكون عندك زيارات؟ من وقت لوقت. نعم من وقت لوقت. حضرتك مثل ما كنا عم نتحدث حصلتي على دكتوراه بالعلوم التربوية، بالمناهج التربوية. أيوة. ولكن تخصصتي وانعرفتي بالنحت، بهالفن التشكيلي يلي نعم. هو النحت. ليه يعني ليه في هالقلبة او هالروحة على الفن؟ من انا وصغيري بحب الفن، ودرست عند الرهبات، كانوا يعطوني مارسيبان اعمل بالمارسيبان انيمالز وزهور وحيوانات صغيره، وكانت قرايبتي كمان هي اخذت جائزه باليونسكو. روح غمض عيوني والمس المنحوتات، عرفتي كيف؟ مشان هيك تحسي فيهم. ايه حس يعني. هلا انا برسم بس بفضل يكون three dimensional يعني ثلاثي، يعني الشكل كامل، الشكل كامل. وعلمت بالدكتوراه تبعي، بس فضلت اعمل فن اكثر من يعني. علمتي بلبنان او بالخارج؟ بالتربيه يعني علمت بالخارج، بافريقيا، عشت بافريقيا كذا سنه. نعم. مشان هيك تاثرت كثير بالحيوانات. ومشان هيك بتشوفي هلا بشغلي في بحب الحيوانات كثير، وخصوصا الحيوانات يلي هلا الكل مشغول فكره عليهم لما ينقرضوا، هن الالفنت الفيل والراينو. راينو بسموه الوحيد القرن. وحيد القرن. نعم. أيوة. لكن اكيد رح نشوف نحن وعم نتحدث هالمنحوتات يلي معموله ومصنوعه من ايديك. اليوم لما بنحكي عن هجره الى لندن، عن حياه عشتيها هنيك، هل ممكن بعد تقدري اليوم تقارني بين الفن بلبنان والفن بلندن؟ طبعا رح نحكي عن المعارض كمان لحنا. يعني الفن بلبنان يعني شابو اللبناني دائما وين ما راحوا، حتى ببلدهم او غير بلدهم بينجحوا. بس للاسف يمكن الفنانين يلي هون ما عندهم الفرصه يلي انا توصلت عليها. هيدي فرصه يعني بقولوا لك. شو هي الفرص يلي متاحه بالخارج اكثر من لبنان؟ مشان بيدخل الواحد على كومبيتيسيون، واذا واحد شغله معجب بيعجبه بشغله بنقوه، مثل ما انا دخلت بالكومبيتيشن تبع وستمنستر بسموها سيتي اوف سكالبتشر، مدينه السكولتور، ونقوا لي هاي المنحوته يلي شخص ماسك الاليفون بالعالي. نعم. وبعدين اجى شخص ثاني عجب فيها لهالمنحوته وقال لي فيك تعمليني انا حامل راينو. وحيد القرن. قلت له وحيد القرن. قلت له اوكي بعمل لك كمان وحيد القرن. عم نشوف هيدا الفيل، بس مشان اثنيناتهم بالعلالي يعني اوقات الناس بتخربط، بتفتكر الفيل هو وحيد، بس هون في هيدا واضح العاج يلي من الفيل. نعم. بعدين هول البرانيتا اللي انا بستعملهم هول بيفرجوا عن الماضي، الكالتشر يعني الثقافة القديمة يلي ظاهرة بالفينيقيين. من بتشوفي هلا برانيت الفينيقيين من زمان كمان هيك بوانتيو، وفي مثلا بالبروسيسيون تبع ماريز بروسيشن، في الدرويشز يو نو بتركيا، في باليابان، كلهم هول البرنيطة يعني في منهم بيفتكروا انه هيدا الشخص بالسيرك، سيركس يلي بيشتغلوا بالسيرك. هيدي
البرنايتة النوليدج شفناها بفتكر لوحيد القرن، ولكن يعني اللي عم نلاحظه ونحن عم نشوف هالصور بأنه المنحوتات هي منحوتات ضخمة جدا، والمواد اللي مصنوعة منها هي مواد كمان قاسية وصعب العمل فيها. شو المواد اللي بتستعمليها؟ شوفي أنا إذا منحوتي صغيرة أنا بعمل لها التلحيم مثل كيف الهيكل العظمي بعمل الهيكل، بس إذا وحدة كتير كبيرة ببعتها على فوندري برات لندن، بقعد بالأوتيل بصير بروح كل يوم بشتغل عليها، وبيعملوا لي مثل مناصب كيف بيعملوا سكافولدين وبطلع عليها وبنزل 9 متورة السقالة يعني يلي بيطلع السقالة بيشتغل بنفسي طبعا. في فنانين بيعطوا الشغلي والفوندري هي بتعملها بس أنا مشان التشكيل يعني العمل الإكسبرسيون التشكيلي مفروض الواحد هو يحط لمسته البصمة تبعه أكيد. لو شيء مالس كتير مثل التفاحة على الطاولة هايدي فيها تنعمل 6 متورة 7 متورة أسهل بس إيه أسهل كل شيء مالس أسهل نعم. عم نشوف هال كمان المنحوتات معروضة بأماكن عامة، وين عم بتكون موجودة؟ عندي واحدة ببارك لين حد الهيلتون بلندن، رح يكون عندي واحدة تانية بركي بمقابلة تانية بتشوفوها بماربل آرتش بآخر السنة بآخر جانفي، وفي واحدة بهذا وحيد القرن راح على بودرم بتركيا. يعني عم نشوف هون بهالفيديو يلي حضرتي لنا اياه الميكينج اوف لهالمنحوتة الكبيرة يلي سميتيها دينامس. دينامس يعني باور فروم اباف، القوة من فوق. يعني قوة الإلهية من فوق بتنزل. يعني الواحد إذا عنده هدف بحياته ما لازم أبدا يتراجع، ولازم يضلوا يواسب يسابر ليوصل لهدفه. يعني عمل صعب كتير قد أخذت معك وقت؟ كل قطعة بتاخذ معي سنة تقريبا. يعني بهالسنة بيكون في منحوتات أخرى أصغر أو بس بيكون التركيز على شغلة واحدة؟ ما هيدا الديسافونتاج يعني إنه بس يكون مشغولة بمنحوتة كبيرة ما بتعود عندك وقت تعملي منحوتات صغيرة. نعم. مشان هيك بعد ما تخلص هالمنحوتة بآخر السنة بدي أعمل أشياء أصغر. أشياء أصغر حتى يكون في تعددية أكثر بالعمل. تعددية، وبعدين بدي الببليك يقدر يشتريها يعني مشان ويحطها ببيته. صح، لأنه هون عم تكون وكأنه مخصصة للأماكن العامة فقط. نعم. ما نعم. بتنوضع بمكان داخلي إلا إذا كان كتير كبير كمان. هل نعمل معارض؟ هل ممكن تكون موجودة بمتاحف معينة هالقطع النادرة لحضرتك؟ لا إلي أنا بعدني هلأ بالنسبة لإلي بعدني مبلشي بالنسبة لإلي بس لإلك بس لأنه بالنسبة للناس حضرتك قدوة يعني بهالمجال. يعني إن شاء الله يتاح لغير فنانين يعني يقدروا يوصلوا ليلي. أنا بفتكر حالي إنه I was lucky بس بالمتاحف لا بعد ما صار عندي شغلي بالمتاحف. عادة المتاحف بدك تقدمي منحوتي. نعم. فبركي السنة الجاية بصير عندي فضاوي اتصل بهال الميزي المتاحف وحط فيها شغلي. بس هلأ لا أي معارض هون كمان عم نشوف تحضيرات وعمل بمنحوتاتك. إيه هايدي بفتكر هايدي الوحيد القرن اللي راح على تركيا. كمان نشغل فيه لوقت طويل كتير. كمان السنة. هون العمل بالحديد. ما هو بتشتغليه بالطين بيعملوا بيعملوا القالب بالأول السكولتور يعني الهيكل المعمول من حديد، بعدين بنحط الطين عليه. بشتغل أنا بالطين، بشتغل بالسكينة كبيرة يعني بخافوا كلهم حدا يجي يكون تحت تقوم توقع السكينة تشعلي. فبشتغل بالسكينة وبعدين بس تخلص بالطين بيجي بحطوا له رابر شم رابر شو سوري شو نوع من كاوتشوك من الكاوتشوك السائل، وبعدين بحطوا الرزين. نعم. بنعمل هالقالب ومن القالب بصبوا يا بيعملوها ريزين يا بيعملوها برونز. يعني الشمع بصبوا الشمع بعدين من الشمع بحطوا برونز. يعني كنت عم تقولي لي انه انت بتشتغلي مثل كانه ورشه يعني اخذت الدكتوراه انا بس كنت لازم اتخصص بالاشياء
بالبنايات يمكن بالبنايات. يكون فعلي فعالي اليوم الطين والجفصين والحام وكذا، عرفت كيف؟ فعلا فعلا هيك. بس ما بيكون في مساعدين معك بهيك عمل؟ انا بعد لهلا ما قادره يكون عندي مساعدين، فايدي بيساعدوني كثير حلو. يعني هالتواضع يلي عندك شيء كثير حلو، قد ما حلوين منحوتاتك. اليوم بتقولي بعدك وكانه مبتدئه. ايه مبتدئه، يعني كمان في حلم بعد مثلا قدامك. افكار عندي. مثلا فينا حتين بيشتغلوا شغله وحده، يعني راس حصان بس احصني. نعم. بس انا بقول ليش للواحد يكون عنده يحطوه بقفص بفريم انه هيدا مختص هيك هيك. نعم. انا بتجيني الافكار الوحي، يعني هلا عندي 12 فكره بدي اعملها، واوقات بيقولوا لي الاولاد بيقولوا لي امتى رح ترتاحي مامي، بقول لهم ما بعرف بس يوقفوا هالافكار اللي عم بتجي على راسي. حلو. حكيتي عن الفينيقيين وكانه هيك الفينيقيين او التاريخ يلي نحن بنرجع منه او نحن خلقنا منه كلبنانيين بيعني لك كثير، هل هو موجود بكل المنحوتات وخبرتينا عن اكثر شيء بشغلي في باخذ من الفونداسيون يلي نحن كنا مشهورين كثير، يمكن ما بعرف التاريخ ما عم بيتجدد بالمدارس هون، بس كانوا يعني النيفل التجارة وين ما كان، يعني اللبنانية من زمان وهن مشهورين وعندهم هالفيفاسيتي، يعني هالطموح وحتى هلا بقول مثلا ما في شغل، بس ما بعرف في بلبنان الأهل بدهم بس إنه يكون عندهم يا بتطلع دكتور يا بتطلع محامي يا بتطلع مهندس. بس في كتير مجالات واحد في يشتغل فيها، وما عيب واحد ياخذ مثلا يشتغل غير مجالات، عرفت كيف؟ طبعا نخلي غير ناس تستقوي علينا وتاخذ هالمجالات هذه اللي نحن ما عم نلاقي فيها. وبعدين بوجود الكمبيوتر والمعلومات اللي فيها الكمبيوتر، ما بعرف ليه ما بيغيروا المناهج بيقصروها لهالفترة يلي واحد بياخد فيها شهاداته مشان يعني يصير عنده فرص عمل أكتر. ما فرص عمل أكتر وبصير عمل حر، هو ما بينطر واحد يقول له عمول هيك عمول هيك. يعني لازم المهنية ناقصتنا، صناعية الأعمار العمار. في كتير إشياء ناقصتنا. يعني لو الحكومة مثلا، حتى لو ما في حكومة، بس مفروض ينعمل feasibility study projection لعشر سنين ليعرفوا شو ناقص هالبلد، عرفت كيف؟ ناقص نرسات، ناقص كذا، ليعرفوا لهالجيل الجديد يتوجه شوي ليقدر. يعني في بتلاقي معهم شهادات عم بسوق تاكسي، يعني ما بيصير هالشيء. بما انه عم نذكر المناهج التربويه وبما انه حضرتك كمان هو اختصاصك بالاساس، اليوم اذا بدنا نمزج المناهج التربويه او المدرسيه بالنحت او بالفن بشكل عام، قد ايه اليوم بمدرسنا ناقص وجود الفن او ناقص هالارشاد او هالتوجيه، توجيه الطلاب لعالم الفن؟ يعني بعضهم لليوم كانه بخافوا منه دكتور فخري. بخافوا مشان بيقولوا الفنان ما بيطعمي خبز. صح. الفن ما بيطعمي خبز. بس بدي اقول لك شغله، مع انه الفن بالمدارس بده كثير بكلف لتجيبي الاوراق والالوان والهي، بس انا بافريقيا علمتهم، قلت لهم حط الكتب على جنب ونطلع على الطبيعه. من الطبيعه من الشجره فيك تعلمي ساينس، فيك تعلمي مات، فيك تعلمي استوار، فيك تعلمي كل شيء، وبعدين بتعلميهم على حسب المقدرة العلمية. بعدين بينبسطوا التلاميذ، أحسن ما تحطيهم ورا هالطاولة و الأستاذ إذا منه أخذ شهادة كيف يعلم؟ مش مهم واحد يكون معه ماجستير أو دكتوراه إذا ما بيعرف التواصل كيف يوصل هالمعلومات للتلميذ. والتلميذ إذا منه معاق منتاليتي يعني وما بينجح بالموضوع تبعه، بكون الحق على الاستاذ يعني لا تركزوني اساس لبنان. نعم. بس يعني حتى الفن كمادة ما عم تتعلم كثير، يعني نحن بنعرف انه يمكن الاولاد مره او مرتين بالاسبوع بيعملوا شويه رسم بالمدرسه وشويه سكالبتشر او منحوتات، كمان حسب الاستاذ كيف عم يعطي او قد ايه عم يعطي معلومات. يعني هل
بتعتقد حضرتك بأنه لنقول تاريخ الفن أو هالحقبات الفنية اللي مرقت مهمين أنه يتعلمون الطلاب اليوم؟ المهم أهم شيء يقولوا شخصيتهم للتلاميذ قبل ما يعلمون. ثانيا الفن ما ضروري يكون ينشر وراءه وكذا، فيك بالطبيعة تعملي فن، عرفتي كيف؟ يعلموهم كيف يتطلعوا، to be observant. بالعين مفروض تكون العين بتوصل الإصبع ليعملوا الشيب، عرفتي كيف؟ وما ضروري بس إنه ينعمل صورة طابة وتعبي الطابة لون، لازم يعطوهم الحرية هني مثل ما هن بينظروا، مشان الصغار هلا فاهمين أكثر ما نحن وقت كان عمره 15 سنة. أنا يعني مش أنت بعدك اسم الله صبية ولا بس إنه مشان هيك عم أقول يعني الجيل الجديد واعي كتير وفي تضييع كتير يعني فينا نستفيد من قدراته وينشغل على هالقدرات لحتى تكون فعالة أكثر بالمجتمع. نحن بدنا نشكرك على هالمعلومات وعلى هالخبرة اللي أعطيتينا إياها اليوم. شرفتينا دكتور بشرى فخوري، أهلا وسهلا فيك. تسلمي. رح ناخذ وقفة سريعة ومنتابع مع ريلوكينج، خليكم.